الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يجب من أذكارها إلا التكبير. نعم، أما التكبير فالمقصود منه التكبير الانتقال، لأن تكبيرة الإحرام لا أعلم خلافا بين أهل العلم في القول بركنيتها، فهي شرط الدخول، فهي ركن الدخول في الصلاة. وأما قصده بالتكبير هنا فإنما يقصد تكبيرات الانتقال، وهي تكبيرة تشرع عند الانتقال من الركن الأول إلى الركن الثاني، ومحلها فيما بين الانتقال، ومحلها في الانتقال بين الركنين، ولفظها الله أكبر. فإن قلت: ولما قلت بأنها واجبة؟ نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه الإخلال بهذا التكبير مطلقا، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والفعل الدائم إذا اقترن بالقول المفيد للوجوب أفاد الوجوب. وقد ورد الأمر بها في بعض روايات حديث المسيء في صلاته، قال: ثم كبر فاركع حتى تطمئن راكعا، ثم كذا، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بالتكبير في بعض رواياتها.